بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة خميس العهد، في هذا اليوم السيد المسيح له المجد أكل الفصح القديم مع تلاميذه، وكان خروف الفصح في العهد القديم يشير إلى السيد المسيح له المجد حمل الله الفصح الجديد الذي ذبح من أجلنا وخلصنا بدمه. لم يخلص الأبكار فقط زي الفصح القديم، ولكنه خلص العالم كله بدمه الكريم. وهناك أوجه شبه كثيرة جدا بين خروف الفصح وبين ذبيحة الصليب. أول حاجة إن كان بأمر ربنا كان خروف الفصح يكون شاها صحيحا ذكرا ابن سنة، أي فتيا لم يشخ يعني. ومكتوب عن السيد المسيح في نبوات أشعياء: كشاة تساق إلى الذبح ولم يفتح فيها. النقطة الثانية إن يوحنا المعمدان لما شاف السيد المسيح مقبل على نهر الأردن أشار إليه وقال: هذا هو حمل الله، الحمل الحقيقي بقى الذي يرفع خطية العالم. وأشار إليه معلمنا بطرس الرسول وقال: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. هكذا كان المسيح هو الحمل الحقيقي الذي بذل دمه من أجلنا. النقطة الثالثة أن الرب نفسه هو اللي رمز خروف الفصح لذبيحته. فالمسيح ابن الله كان بلا عيب، وهو قال على نفسه: من منكم يبكتني على خطية؟ وقيل عنه أنه لم يعرف خطية ولم يوجد في فمه غش، وكان شاب في مقتبل عمره وسيق إلى المحاكمة وحمل الصليب وسمر على الصليب. وبحسب أمر ربنا كان الخروف يبقى تحت الحفظ من اليوم العاشر لليوم الرابع عشر من الشهر، وبعد كده يذبح. ومعروف أن السيد المسيح لما دخل أورشليم دخلها في اليوم العاشر في موكب حافل استقبلته الجموع، وظل كل يوم نهارا يأتي إلى الهيكل واحتفل بالفصح مع تلاميذه في مساء يوم الخميس، حيث كان يبدأ فصح اليهود، وصلب في ظهر يوم الجمعة في ذات نهار عيد الفصح. وهذا الحدث سجلته السماء وظهرت ظاهرة كونية عجيبة، أن الشمس احتجبت في عز النهار من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة، وبهذا تطابق الرمز مع الحقيقة بحسب الترتيب الإلهي المحكم. النقطة الخامسة إن كان خروف الفصح يؤكل مشويا على نار مع فطير على أعشاب مرة ودون أن تكسر عظامه، وهكذا أجاز الرب نار الآلام الساحقة، وذاق الخل ممزوجا بالمر ولكنه رفض إن هو يشربه، وكانت مرارة العذاب أقصى من أنها تحتمل. ولما جم يختبروا موت المصلوبين كسروا سقان اللصوص لأنه شافوه منهم ماتوا، لكن لم يقتربوا من المسيح لأنه وجدوه قد مات، فما كانش في داعي من هو يكسروا عظامه. ولما أنزل المسيح من على الصليب بعد الساعة التاسعة من يوم الجمعة، ده كان مطلوب إن من الإسرائيليين أنهم لا يبقوا المصلوب على الصليب حتى الصباح، ونحن أيضا في ذبيحة العهد الجديد لا نبقي من الذبيحة شيئا حتى اليوم الآخر. النقطة السادسة إن دم خروف الفصح كان على أبواب بيت العبرانيين، وكان سبب في خلاصهم ونجاتهم من الملاك المهلك اللي كان بيمر يهلك الأبكار، فكان يمر على بيوت المصريين لا يجد الدم فيهلك البكر، أما يمر على بيوت الإسرائيليين يجد الدم على القائمين على العتب والقائمين فيمر يعبر دون أن يهلك الأبكار. هكذا المسيح المصلوب فصحنا الجديد هو غفران خطايانا، هو خلاص المؤمنين من الموت الأبدي، كما قال عنه معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. وأيضا إزمح السك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا قد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. ويوحنا الرائي شافه في وسط العرش كأنه خروف قائم كأنه مذبوح. وأيضا وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت
أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. النقطة السابعة أن احتفال المسيح بالفصح القديم موقفش بس عند مجرد أن هو أقام الفصح في ليلة الخميس في يوم الخميس بالليل في مساء يوم الخميس، ولكنه في على نفس المائدة أسس سر الشكر وقدم جسده ودمه لتلاميذه، وبهذا استبق المسيح أحداث الصليب، لأنه كان الرمز والمرموز إليه في نفس الوقت. يعني المسيح نفسه بجسده ودمه قاعد وقدم الخبز والخمر وقال كلوا واشربوا، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. فهو استبق أحداث الصليب في هذه الليلة لأنه ما قعدش مع تلاميذه بعد كده، وقدمه لهم عشان يظل حاضرا في الكنيسة في كل يوم عيدا جديدا متجددا يمتد إلى مجيء المسيح الثاني، حتى نشربه جديدا معاه في الملكوت. وصارت ذبيحة الإفخارستية هي الفصح الجديد اللي بناكله بدلا عن الفصح القديم، وهو هي الدم اللي تخضب بها العتبة والقائمين في عند بني إسرائيل في ليلة خروجهم من أرض مصر. نشرب دم المسيح يطهرنا من كل خطية ويثبتنا فيه ويثبتنا معه. والفصح الجديد امتدت الأبعاد بتاعته حتى وصلت إن إحنا في كل مرة نأكل جسد الرب ودمه نحن نبشر بموته ونعترف بقيامته ونحتفظ بذكرى إلى أن يجيء في اليوم الأخير. وزي ما كان غير مسموح للغريب أو النجس أو الأغلف أنه يأكل من الفصح، كذلك الكنيسة أيضا تمنع غير المتعمدين والمستهترين أنهم يتقدموا إلى مائدة الإفخارستية. قالها معلمنا بولس الرسول وقال أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز لجسد الرب. وهنا أحب أن أنا يعني ألمح إلى نقطة عميقة جدا في حياتنا الروحية، وهي كيف نستعد للتناول. معلمنا بولس الرسول بيتكلم على الاستحقاق. الاستحقاق هو الاستعداد، إزاي الإنسان المؤمن أن هو يستعد جيدا للتناول. أول نقطة وأهم نقطة هي الاتضاع وانسحاق القلب، ودي بنشوفها في الكاهن لما بيبتدي يتقدم لخدمة المذبح بيقول صلاة عميقة جدا اسمها صلاة الاستعداد، يعني يخضع كده قدام المذبح ويرفع قلبه ويديه لله ويقول له يا رب أنت تعرف أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، ليس لي وجه أن أقترب وأفتح فمي أمام مجدك الأقدس، ولكن من أجل كثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطي وامنحني أن أجد نعمة ورحمة في هذه الساعة. قمة الاتضاع أن الإنسان يتقدم للتناول وهو يشعر بعدم الاستحقاق. النقطة الثانية يتقدم بتوبة وبنقاوة داخلية، وعشان كده الكاهن والشمامسة برضو بيلبسوا ملابس بيضاء رمز للنقاوة، النقاوة الخارجية الداخلية زي الخارجية، يبقى في نقاوة من داخل ومن خارج أيضا. وإحنا لما بنعمد أي طفل أو أي إنسان في المعمودية بيلبس ملابس بيضاء رمز للحياة الطاهرة النقية الخدها في المعمودية. ما جاء في سفر الرؤيا لما بيقول من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء، وفي قبل القداس والكاهن بيغسل إيديه بيقول تنضع علي بزفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. وفي يوم خميس العهد لما السيد له المجد غسل أرجل التلاميذ قال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، وكان بيعني يهوذا اللي أسلموا وعشان كده لم يناولوا من الجسد والدم. وفي القداس الإلهي في الآخر بنصرخ ونقول القدسات للقديسين، يعني الأسرار المقدسة دي للناس القديسين. فالإنسان بيحتاج إلى قداسة عشان يكون مستحقا للتناول من الأسرار. ولو رجعنا لقول صموئيل النبي لما راح لبيت يسى أبو داود
وأراد أنه يقدم ذبيحة، فبيقول لهم إيه؟ تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. يعني عشان يتقدموا للذبيحة يكونوا في حالة من القداسة، قداسة داخلية بالتوبة والاعتراف وبعزم أكيد على عدم استمرار الخطية في حياة الإنسان والبعد تماما عن الأسباب اللي بتوصلنا أو بسببها بنسقط في الخطية. هذا أيضا لا يغني عن أننا أشير لبعض الاستعدادات الجسدية زي طهارة الجسد والصوم ونظافة الجسد، ونتذكر كمثال استعداد الشعب تقبل كلام الله في العهد القديم عند استلام الذبيحة. دي أول حاجة. تاني حاجة المصالحة. عشان كده في القداس الإلهي صلاة الصلح بداية القداس بنقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية. هنا بقى يقصد الصلح مع الله، تصالحه مع الله، أو الصلح مع الآخرين مع الناس. وهنا بتقابلنا آية جميلة لما قال السيد المسيح إن قدمت قربانك على المذبح هناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا تصالح مع أخيك. لذلك الكتاب المقدس بيشرح لنا الاستعداد الروحي للتناول، لأن بيحذرنا من عقوبة من يتقدم للتناول بغير استحقاق. قول بولس الرسول إذا أي من أكل من هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه. عشان كده الإنسان يتقدم للتناول وهو بيقول يا رب أنا لا أستحق، ولكن أنا أحتاج أن أتناول، مش من أجل استحقاقي أعطيني أن أنا أتناول، ولكن من أجل شفائي وعلاجي من ضعفي لكي يساعدني التناول على حياة القداسة. فاللي بيتناول بيشعر بهيبة السر، بعظمة السر، ويخجل من أنه هو يعود مرة أخرى للضعفات اللي سابها ويرجع تاني للأخطاء القديمة. فلو الإنسان مثلا نقول أنه هو بيتناول كل أسبوع، هيقعد بقية أيام الأسبوع وهو شعر بقوة وقداسة السر، وبالذات الأيام اللي تسبق التناول بيبقى محترس ومستعد للتناول أكتر من بقية الأسبوع. ولذلك الكنيسة بعض العادات اللي بتعلمنا تشعرنا أن يوم التناول يوم غير عادي بطرق كثيرة جدا. يعني مثلا إيه؟ قبل ما نتناول بنحرص 9 ساعات ما ناكلش ولا نشرب، وبعدين الجسد يبقى في حالة طهارة، وبعدين نستعد بالتوبة والاعتراف مقابلة بالاعتراف، وبعدين يفحص الإنسان نفسه هل هو في صلح مع الناس ولا في خصومة وزعل وقطيعة مع بعض الناس، ويتقدم بالانسحاق ويصلي فيستعد بهيبة وعظمة سر التناول. وبعدين كذلك بعض الناس المجتهدين يحبوا مثلا يقروا قرايات معينة أو يمارسوا بعض الحاجات اللي ليها تأثير، يعني مثلا بعد ما يتناول ما يطلعش حاجة من بقه أو يعني كده احتراما لسر التناول وكرامته. ربنا يبارك في حياتكم وكل عام وانتم طيبين. لإلهنا المجد والكرام في الكنيسة دائما أبديا، آمين.